بيد أن المسلمين في هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس آلاما وأوسعهم جراحا، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم وصياصيهم قد استنسر وسطها البغاث واستأسدت بها الحمر، يزج بهم في كل مضيق من أجل أن يتجرعوا الحقائق المقلوبة على مضض وشرق، ولا يكادون يسيغونها إلى أن يعترفوا كرها بأن حقهم باطل وباطل غيرهم حق، لينطق لسانهم بالرسم المغلوط والفهم المقلوب، ولسان حالهم يقول لقاهرهم إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر، وتخطئون فنأتيكم ونعتذر.